حالة الفنانة يسرى تعبانة بشكل كبير جدا جدا، وربنا يعني يصبرها. فترة طويلة سافرنا مع بعض، عشنا مع بعض، ما أذاش حد، وكان عنده حاجة حلوة بيعملها ما عندوش ما بيعملهاش. يعني شيخ الشعراوي، شيخ الشعراوي طبعا كان عدوا لنقل الأعضاء، رجل له أفكار شديدة التطرف شديد التسلف. الشعراوي لا يجيد العومة ولا السباحة ولا حتى نط في ترعة عام، وبالتأكيد ملوش في ركوب الخيل، أكيد ركب حمار. قضية فيمينست جدا، بتناقش قضية اغتصاب الأطفال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقالنا أسبوع تقريبا كل برامج التوك شو بتتكلم عن وفاة الفنان الراحل هشام سليم. مش بس كده، بدأوا يهاجموا رواد مواقع التواصل الاجتماعي ويقولوا اللي هم بينشروا أخبار كاذبة للإساءة للفنان هشام سليم. لحد هنا والأمور ماشي، لكن اللي مش ماشي بقى هو اللي هتكلم فيه مع حضراتكم دلوقتي. لقينا الفنانة وفاء مكي طلعت نهار على الهواء امبارح بسبب الفنان هشام سليم، ولقينا أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي برضو امبارح بتأكد إن الفنانة يسرى دخلت في حالة نفسية سيئة جدا، وصلت للاكتئاب بسبب وفاة الفنان الراحل هشام سليم. طب السؤال هنا، هل الفنانين دول فعلا زعلانين على هشام سليم، ولا في حاجة تانية بتخليهم يطلعوا يقولوا الكلام ده على مواقع التواصل الاجتماعي؟ والغريب أكتر بقى إن نلاقي الفنانة إلهام شاهين والشيخ خالد الجندي طالعين يعلنوا عن تبرعهم بأعضائهم بعد وفاتهم. مش غريبة إن إلهام شاهين تطلع على مواقع التواصل الاجتماعي وتتكلم عن شيوخ متنورين بعينهم، وتتكلم عن فكرة التنوير عموما والتبرع بالأعضاء، ونلاقي إبراهيم عيسى طالع يقول نفس الكلام ويهاجم قامة دينية كبيرة زي الشيخ الشعراوي؟ سؤال محتاج إجابة وهنجاوب عليه مع حضراتكم في حلقة النهاردة. عشان ما طولش على حضراتكم، يلا بينا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ الكلام. أول خبر هتكلم فيه مع حضراتكم في حلقة النهاردة وهو عن أول ظهور للفنانة وفاء مكي امبارح في أحد البرامج التلفزيونية، وكلامها تحديدا عن الهجوم على الفنان هشام سليم بعد وفاته من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. فترة طويلة سافرنا مع بعض، زعلانة عشان البهدلة اللي في الآخر دي يعني. وفي نفس التوقيت لقينا الدكتور أشرف زكي طالع يصرح على مواقع التواصل الاجتماعي إن الفنانة يسرى وزوجها بيمروا بحالة نفسية سيئة جدا بسبب وفاة برضو الفنان الراحل هشام سليم. حالة الفنانة يسرى نفسيتها هي وزوجها؟ لا طبعا، يعني صدمة كبيرة، ويعني أنا شفتها في يوم الجنازة كانت تعبانة بشكل كبير جدا جدا، وربنا يعني يصبرها. السؤال بقى اللي عايزين نسأله لنفسنا ولحضراتكم، هل فعلا الفنانين دول وبرامج التوك شو هم هدفهم الأول والأساسي الدفاع عن هشام سليم ولا لا؟ طب ليه برامج التوك شو بقى بتطلع تصدر الأخبار دي للرأي العام؟ ببساطة كده يا جماعة، هم عايزين يعملوا جدل على السوشيال ميديا، بمعنى اللي هم يطلعوا يقولوا الناس بتقول على مواقع التواصل الاجتماعي كذا، الناس بتهاجم هشام سليم رحمة الله عليه. لكن في برنامج من برامج التوك شو واحد عرض مقطع فيديو لحد بيسيء لهشام سليم او بيتكلم عنه بطريقة وحشة، الإجابة بكل بساطة لا. نيجي بقى للخبر التاني معنا في حلقة النهاردة، واللي من وجهة نظري هو اهم خبر في حلقة النهاردة. الاول لقينا الفنانة إلهام شاهين طلع على مواقع التواصل الاجتماعي وبتعلن تبرعها بالأعضاء بعد وفاتها، وبعدها الشيخ خالد الجندي، ولقينا ناس كتير طلع على مواقع التواصل الاجتماعي بتقول تقريبا نفس التصريحات، ولقينا في نفس التوقيت الإعلام إبراهيم عيسى طالع في برنامجه بيهاجم قامة دينية كبيرة جدا زي الشيخ الشعراوي، وبيقول اللي أفكاره متطرفة، وتحديدا عن موضوع التبرع بالأعضاء، وبيقول فيما معناه اللي احنا نحكم عقلنا في الفتاوى الشرعية تحديدا. الشعراوي طبعا كان عدوا لنقل الأعضاء، ورغم حالة التبييل والتكريم للرجل، الرجل له أفكار شديدة التطرف شديد التسلف. ومش دي المرة الأولى اللي يطلع إبراهيم عيسى ويهاجم الشيخ الشعراوي تحديدا على مواقع التواصل الاجتماعي. الشيخ الشعراوي لا يجيد العومة ولا السباحة ولا حتى نط في ترعة عام، وأكيد دخل نادي الصيد على كبر، وبالتأكيد ملوش في ركوب الخيل، أكيد ركب حمار. السؤال هنا اللي عايزين نوجهه لنفسنا ولحضراتكم، هل التبرع بالأعضاء حلال ولا حرام؟ وايه حكايه الافكار التنويريه اللي كل شويه يطلعوا على مواقع التواصل الاجتماعي ويتكلموا عنها، زي ما طلعت قبل كده الفنانه إلهام شاهين وقالت يلا بينا نرفع شعله التنوير، وكانت في مؤتمر لبعض الجماعات التنويريه، وانا هقول تنويريه مش هقول ملحدين، بيدعوا لتحكيم العقل على الثوابت وهي القران والسنه. الموضوع بكل بساطه يا جماعه، اللي ده نوع من الدعايه عشان يروجوا لفكره التبرع بالاعضاء. طب احنا هنا عشان نتبرع بالاعضاء ونعرف حلال ولا حرام، المفروض ان اي مواطن يعمل ايه؟ المفروض ان هو يرجع لعلماء الازهر الاجلاء او دار الافتاء المصريه ياخد منهم فتوى شرعيه. دايما بنقول ان احنا مش علماء ازهر، وناخد الفتوى من اصحاب الفتوى، واذا كان اي حد عايز يتبرع باعضائه سواء ابراهيم عيسى او الهام شاهين يتفضلوا يروحوا يتبرعوا باعضائهم من غير ما يطلعوا على مواقع التواصل الاجتماعي ويقولوا كلام زي ده. اما بقى بالنسبه للنقطه بتاعت الشيخ الشعراوي
زي ما انتوا بتقولوا بلاش حد يتكلم على الفنان هشام سليم لان هو بين ايدين ربنا وربنا هو اللي هيحاسبه، فالراجل برضو بين ايدين ربنا ومش من حق اي حد مهما كان هو مين اللي هو يتطاول او يتجاوز في حقه. الراجل ده جماعه قيمه دينيه كبيره وتقلد اكبر المناصب في الازهر الشريف، فلما نلاقي هجوم عليه من بعض الناس اصحاب الفكر التنويري يبقى هنا لازم نقف ونحط مليون خط. ربنا يرحم الشيخ الشعراوي ويجعل اللي عمله في ميزان حسناته. نيجي بقى لاخر خبر معنا في حلقه النهارده وبخصوص فيلم التاروت اللي هتعمله اسماعيل الخشاب ورانيا يوسف. الفيلم ده يا جماعه ببساطه كده بيناقش قضيه اغتصاب الاطفال، واللي طلع وقال الكلام ده هي رانيا يوسف بنفسها. قضية فيمينست جدا بتناقش قضية اغتصاب الأطفال. وبالمناسبة يا جماعة في مشكلة في التصاريح بخصوص الفيلم ده، لأن لما راحوا المصنفات عشان يسجلوا الفيلم لقوا اللي في حد مسجل نفس اسم الفيلم في المصنفات، ففي خلاف في النقطة دي وفي إجراءات قانونية لسه بتحصل. السؤال هنا تحديدا رانيا يوسف طلعت وقالت اللي هي عملت بطولة الفيلم ده عشان تسلط الضوء على قضية مهمة جدا وتنبه المجتمع المصري من خطر القضية دي تحديدا. طب يا أستاذة رانيا، مش السينما الغير نظيفة اللي حضرتك بتدعو ليها وبتقدميها بتضر بالمجتمع؟ هو خلاص يا جماعة ما عادش في مواضيع الا اخبار وملفات شائكة؟ اذا كنت حضرتك هتناقشي ملف زي ده فانت هتفتحي عين الشباب الصغير على حاجة زي كده، ولو افترضنا حسن النية واللي الحاجات دي ممكن تفيد المجتمع فاعتقد اللي مفروض يعمل حاجة زي كده هو قدوة فنية، فنان ما بيدعوش لسينما غير نظيفة وهدفه اللي هو يفيد المجتمع اللي هو عايش فيه. لكن لكم أن تتخيلوا حضراتكم أن فيلم بيناقش ملف شائك زي ده اللي بيقدمه هو سمية الخشاب ورانيا يوسف. أترك لحضراتكم التعليق. قبل ما أنهي حلقة النهاردة حابب أوجه رسالة مهمة جدا. دايما بقول لحضراتكم في كل حلقة اللي احنا مش مخلدين في الدنيا، كلنا هنموت وكلنا هنقابل ربنا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فياريت كلنا نعمل حساب لليوم ده، وإذا كان في قلبنا حاجة ممكن تضر بإنسان أو تضر بالمجتمع أو بندعو الحاجة ممكن تبقى نقطة سودة في حياتنا، فصفوا قلوبكم واستفتوا قلوبكم ورجعوا ربنا مرة تانية. ولو في حاجة شاكين ولو 1% اللي هي حرام بلاش نروج ليها أو نعلن عنها. أيا عبد الله كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنا سيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية. وده كان آخر خبر معنا في حلقة النهاردة، وبشكر كل الناس اللي وصلت معايا في مقطع الفيديو لحد الدقيقة دي، وبطلب من حضراتكم تشاركوني برأيكم في الكومنتات. تعليق حضراتكم إيه على هجوم إبراهيم عيسى على قامة دينية كبيرة زي الشيخ الشعراوي واتهامه إن أفكاره متطرفة؟ ياريت حضراتكم تشاركوني برأيكم في الكومنتات، وهقرأ كل الكومنتات وهرد على حضراتكم. ولحد هنا خلصت حلقتنا. ياريت لو المحتوى بتاعنا عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. كان معاكم اسلام ناجي مستر ترند. يلا سلام، والسلام مش ختام.